الأساس في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة، فإلى أين يتجه المشهد السياسي في كاراكاس؟ أعربت قطر عن خيبة أملها إزاء قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، وقالت السلطات القطرية إنها لن تقدم على خطوة مماثلة، مشيرة إلى أن القرار لا علاقة له بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل له صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون. وكانت الدول الخليجية الثلاث قد سحبت سفرائها من قطر احتجاجاً على ما قالت إنه عدم التزام الدوحة بتطبيق اتفاق الرياض التي تم التوصل إليه العام الماضي. فما هي انعكاسات القرار على مستقبل مجلس التعاون؟ وهل تؤدي الخطوة إلى عزل قطر خليجيا؟ وماذا ستفعل الدوحة لمواجهة تلك الضغوط؟ معنا في الاستوديو الدكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية. كما ينضم إلينا في الاستوديو ماثيو ماكاوسكي، الخبير في الشؤون الخليجية من جامعة كوين ماري في لندن. وأيضا من الواضح بأن الضيف الثالث غير مؤمن إلى حد هذه اللحظة، وكان من المفترض أن يكون من قطر. على كل الأحوال سأبدأ معك دكتور عمر الحسن. يعني معروف عن الدول الخليجية بأنها تنتهج سياسة محافظة، تحاول يعني أن تبقي خلافاتها طي الكتمان إلى حد ما، أن يظهر الخلاف إلى العلن وبهذه الدرجة سحب السفراء، ما الذي حصل؟ ما هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير؟ يعني قرار مثل هذا القرار كان ممكن أن يحدث حقيقة قديما، يعني منذ مدة، وقبل ما تولى الأمير تميم يعني إمارة قطر، لأنه قطر حقيقة يعني من خلال قناة الجزيرة ومن خلال طبعا وسائل إعلامية مختلفة، من خلال تحركات قطر لكل ما هو حقيقة لا يخدم الشأن الخليجي، كل هذه الأمور صار في تراكمات إلى أن جاء طبعا الأمير تميم. الأمير تميم توقع الكل أن يؤدي أو يقوم بعمل حقيقة يغير على الأقل من السياسة الخارجية التي كانت موجودة ضد البحرين، ضد الإمارات، ضد مصر. تدخلهم حقيقة، تدخلت قطر في قضايا لا يعنيها مطلقا. يعني ما هو المقصود في قضايا لا تعنيها مطلقا؟ يعني أين تدخلت وما الذي استجد ليتخذ القرار اليوم وليس سابقا، على العلم بأنه كانت الخلافات موجودة سابقا؟ البحرين كمثل، كذلك احتواء الإخوان المسلمين حقيقة في الدوحة، وفي نفس الوقت هجوم يوسف القرضاوي على الإمارات وعلى السعودية، وفي نفس الوقت تطاوله حقيقة على القيادات هناك، تدخل قطر في الشأن المصري، وهذا حقيقة ضد السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي ككل. كل هذه الأمور حقيقة كانت تتوقع معظم دول مجلس التعاون الخليجي بوجود الأمير تميم أن يكون في هناك تغيير، وهذا ما تم الاتفاق عليه فيما بين الملك عبد الله وفيما بين الأمير تميم بشهادة الأمير الكويت. طيب، تقول أعطيت البحرين كمثل، أعطيت مصر كمثل، يعني دعني أفصل معك هذه النقاط. البحرين، ما المقصود؟ يعني كيف تدخلت قطر في البحرين؟ يعني البيان الذي صدر عن الدول الثلاث مجتمعة يتحدث عن تهديد للأمن واستقرار دول الخليج، كيف؟ طبعا استضافة كل المعارضة، إصدار تقارير حقيقة عن البحرين وعن باقي الدول، عن السعودية في السابق وعن الإمارات، كل هذه الأمور تهدد أمن واستقرار حقيقة المنطقة. يعني عملية إشاعة الكثير من الأخبار التي يعني تجعل من الشارع البحريني يعني يتحفز، وخاصة البحرين دولة صغيرة لا تستحمل مثل هذه التقارير. يعني البحرين ليست السعودية وليست مصر. يعني أي نوع من التقارير؟ يعني لا نشهد حتى إذا شاهدنا الإعلام القطري، ليس هنالك يعني تكثيف على موضوع البحرين. استضافة العدد الكبير جدا من المعارضة البحرينية، استضافة عدد كبير جدا من المراسلين الأجانب الذين يصدروا تقارير عن البحرين مشوهة كلها عن الوضع البحريني. في نفس الوقت يعني قطر خلقت نوع من عدم حقيقة يعني المساهمة في أمن واستقرار البحرين. كذلك بالنسبة للإمارات، الإمارات طبعا البحرين لم تتكلم مطلقا في هذا إلا أن تكلمت الإمارات.
الإمارات طبعا بوجود الإخوان المسلمين في قطر، وفي نفس الوقت تدخلهم في الشأن الإماراتي. الحكم أخيرا تم الأسبوع اللي فات على قطري لمدة 7 سنوات لأنه كان يدعم حقيقة جماعة الإخوان هناك. هذه كلها يعني كان نتيجة تدخل قطر في الشأن الخليجي، سواء البحريني سواء السعودي سواء الإماراتي، وكذلك يعني خروج قطر عن السرب الخليجي فيما يتعلق في السياسة الخارجية فيما يتعلق في مصر. يعني المفروض يكون في سياسة خارجية واحدة، ونأمل حقيقة. يعني لماذا المفروض أن يكون هناك سياسة خارجية واحدة؟ أنه اختلاف وجهات النظر، ولطالما قال مجلس التعاون الخليجي بأنه الدول يعني الموجودة ضمن مجلس التعاون الخليجي لديها وجهات نظر مختلفة، وهذا لا ينفي تعاونها فيما بينها. وجهات النظر المختلفة ضرورية جدا، لكن إذا كانت وجهات النظر هذه مختلفة أو في اختلاف وجهات النظر تهدد أمن واستقرار هذه الدول، فأصبح حقيقة مش اختلاف فقط في وجهات النظر. طيب. يعني في الدول الأوروبية في هناك سياسة خارجية تقريبا موحدة، في هناك سياسة أمنية موحدة، في هناك سياسة اقتصادية موحدة. للأسف الشديد قطر الدولة الوحيدة إلى حد ما التي تخرج عن السرب الخليجي، وهذا لا يخدم أمن واستقرار. سأعود معك إلى مزيد من التفاصيل سيد عمر الحسن، ولكن الواضح بأن سيد ماثيو يعني لم يكن يوافقك تماما فيما تقول، أو أنه فهمت تعبير وجهك بشكل خاطئ. بداية يعني من يراقب الشأن الخليجي من الغرب؟ كيف ينظر إلى هذه الخطوة؟ هل جاءت مفاجئة أم نتيجة طبيعية للخلافات التي نسمع عنها منذ فترة طويلة؟ أولا أود أن أقول أن الصورة التي رسمها زميلي هنا في الاستوديو عن وحدة مجلس التعاون ربما تعكس حلما، لأنه لسوء الحظ لا تتفق دول الخليج على شؤون كثيرة، وهذا كان الوضع خلال السنوات 30 الماضية. وكي يقول المرء أن قطر هي الدولة الوحيدة التي تنتهج سياسة مستقلة، هذا أيضا ليس صحيحا. فالبيان المشترك من الإمارات والسعودية والبحرين يقتصر على هذه الدول الثلاث، ونحن نعلم أن الكويت لن تنضم إلى هذا البيان وأن عمان مناهضة له. والقول إن على قطر أن تتبع سياسة السعودية هذا أيضا خطأ. عندما تولى الأمير السابق السلطة السعودية كانت الدولة التي تحكم قطر، لم يكن لقطر سياستها الخارجية الخاصة، ولكن حدث تغييرات كثيرة. ومرة أخرى إذا تحدثنا عن الإمارات وعن إصدار الحكم على محمود بالسجن 7 سنوات، كي نقول أن هذا ناتج عن تدخل قطر في شؤون الإمارات، أقول أن هذا ليس صحيحا. طيب هنا أعود إليك دكتور عمر الحسن، يعني بالفعل الكويت إلى حد الآن صامتة لم تتدخل، عمان لم تتدخل، يعني إذا كان في تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة لكانت تدخلت الكويت فيما يجري، وأنه لماذا مطلوب من قطر أن تكون تحت عباءة السعودية حسب ما يقول السيد ماثيو هنا في الاستوديو؟ طبعا عمان لها طريقة وأسلوب حقيقة في تعاملها مع دول المنطقة، ولكن لم تخرج. طيب إلا أسلوبه في خلاف، وفي خلاف حقيقي فيما يتعلق بالموضوع الإيراني، ومع هذا كله لم تصل الأمور إلى حد سحب السفراء. أنا يعني السياسة الخارجية العمانية لها ستايل محدد حقيقة، لكن لا يخرج مطلقا عن بما يضر مصلحة باقي دول الخليج. فيما يتعلق في الكويت، الكويت طبعا تستقبل هذا الشهر القمة العربية، والكويت وسيطة حقيقة، حاولت أن تتوسط فيما بين السعودية باعتبار السعودية المتضررة الأكثر حقيقة من الطريقة التي اتبعتها قطر في تعاملها مع سياستها الخارجية حقيقة، ولهذا السبب توسط الأمير. بالعكس الأمير الآن سيكون حقيقة يعني غير راضي مطلقا باعتباره شاهد وباعتباره وسيط في هذا، ومن خذله في هذا الموضوع بالذات هي قطر. نحن نتمنى على أمير قطر. طيب.
فقط أريد أن أفهم نقطة قبل أن أعود إليك سيد ماسيو، لماذا السعودية هي المتضرر الأكبر؟ يعني أنت في الأمثلة التي أعطيت مثال عن الإمارات، أعطيت مثال عن البحرين، لماذا هي السعودية هي المتضرر الأكبر؟ حتى فيما يتعلق بموضوع مصر، يعني الإمارات متقدمة أكثر في ما يمكن أن يسمى بين هلالين حرب ضد الإخوان المسلمين. بالنسبة لمصر، بالنسبة لقطر، تستضيف كل الجماعات. بدي أفهم لماذا السعودية هي المتضررة الأكبر؟ السعودية متضررة باعتبار الإضرار بمصر هو يضر بالسعودية ويضر بالأمة العربية كلها. يعني الإضرار بأمن واستقرار مصر يضر بالأمة كلها، ولهذا السبب السعودية نصحت قطر ألا نتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. فلا يجوز مطلقا لدولة زي قطر مثلا أن تجب مثلا وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب. رأس وزارة الخارجية القطرية شجبت فورا هذا يعتبر تدخل في الشأن الداخلي المصري. إحنا لسنا الغرب، يعني وأنا لا أستمع مطلقا لتحليلات طيب. الغربيين فيما يتعلق في منطقتنا. تتحدث عن قطر، عندما تتحدث عن قطر ألا يقوم أيضا يعني دول أخرى من الخليج بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى؟ أنا يعني لا أرى، يعني بس قطر، يعني بدأت في التقرير أنه عادة دول الخليج لا تتدخل في شؤون الغير وتحاول بشكل أو بآخر أن تحل مشاكلها بهدوء. هذا كلام نظري ولا فعلي؟ لا، هذا فعلي حقيقة. يعني لا نجد دول الخليج تتدخل في الشأن الشؤون الداخلية لدول أخرى مطلقا. ولهذا السبب لا نريد لقطر باعتبارها إحدى المنظومة. طيب. هي عضو يعني منظومة دول الخليج. يعني هون يسأل قبل ما أعود إلى ماتيو، ماذا عن سوريا؟ ماذا عن لبنان؟ ماذا ألا تتدخل السعودية؟ أليس للسعودية أيضا من يناصرها في هذه الدول؟ ألم تذهب السعودية أبعد من المناصرة يعني بدعم واضح وصريح؟ يعني في تدخل أيضا. نعم. والإمارات أيضا يعني قدمت المساعدات العينية والمالية لمصر عند سقوط الإخوان المسلمين، وكذلك دعمت السعودية النظام الجديد. يعني في تدخل، ما فينا فقط أن نحمل الموضوع لقطر. أول من تدخل في الشأن السوري وفي الشأن الليبي وفي الشأن التونسي وفي الشأن المصري هي قطر. فجهزت إعلامها وجهزت مالها وجهزت جيشها فيما يتعلق في ليبيا. وبالتالي والسعودية تدخلت في الشأن السوري متى؟ حينما تدخلت إيران وتدخل حزب الله وتدخلت حقيقة هو إنقاذا، وحاولت في البداية إرسال سعود الفيصل، ذهب عدة مرات حقيقة للرئيس الأسد وقال له يجب بشكل أو بآخر أن يحل هذا الموضوع سلميا. طيب. ونصحوه، لكن هو تمادى حقيقة في علاقته مع إيران، تمادى في علاقته مع حزب الله، وفي نفس الوقت لا نريد لإيران كذلك أن تكون هي المسيطرة. The major problem over here yeah. is that the reason why Saudi Arabia feels itself threatened is that for the first time perhaps in so many years لأول مرة منذ سنوات السعودية لم تكن الدولة التي تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى. السعودية كانت تعتقد أنها تهيمن على المنطقة، ولحسن الحظ لم يعد الوضع كذلك. وبصراحة كيف يمكن القول إن قطر تتدخل في شؤون مصر عندما كان الرئيس مرسي قد انتخب ديمقراطيا، والقول إن تأييد الرئيس المنتخب ديمقراطيا هو تدخل في الشؤون الخارجية، هذا أمر خاطئ. طيب سيد ماسيو، يعني من الواضح أن الدول الخليجية أعطت قطر أكثر من فرصة، من الواضح أنه كان في هنالك اتفاق الرياض التي وافقت عليه قطر، من الواضح أنه أيضا كان في هنالك قمة في الكويت عقدت ووافق، كان بحضور قطر، لم لحس قطر على التراجع عن مواقفها. ومن الواضح أنه بالأمس كان أيضا هنالك اجتماع لوزراء الخارجية دام لنحو 7 ساعات، وحتى إن كان الرئيس مرسي منتخبا، هل على قطر أن تقوم بمعركة الرئيس مرسي وبمعركة الإخوان المسلمين من خلال يعني إعلامه؟ هل مسموح لقطر أن تستضيف من يعني يقدم الانتقادات أو يوجه الانتقادات للإمارات وللسعودية من على أرضها وعلى شاشات إعلامها؟
Yes, let's stay correct, and obviously one has to admit that Qatar has made mistakes. أن علينا أن نعترف أن قطر ارتكبت بعض الأخطاء. لقد أيدت بعض الجماعات في سوريا لم يكن من الضروري تأييدها، وأيدت الإخوان المسلمين أيضا في مصر. ولكن لسوء الحظ يحق لقطر كدولة ذات سيادة أن تنتهج سياساتها الخارجية والداخلية. وبالنسبة للسعودية والإمارات أن تخلصا إلى أن على قطر أن تنهي سياستها السابقة، أو أن قطر التي كانت تستضيف القرضاوي على مدى 50 عاما، أن يقال الآن أن على قطر أن تغير سياستها لأن السعودية والإمارات ترغبان في ذلك، فلن يحدث هذا. طيب، أريد أن أرحب بضيفي من الدوحة جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق. سيد جابر، لماذا الرد القطري جاء يعني على هذا القدر من التواضع برأي البعض؟ هل هو اعتراف ضمني بأحقية الخطوة التي قامت بها الإمارات والسعودية والبحرين؟ أبدا، هو ليس اعترافا بقدر ما هو حرصا على العلاقات الخليجية. قطر ربما أكد يعني البيان الذي صدر أن الخطوة التي تم اتخاذها لا علاقة لها بمصالح الشعب الخليجي أو بأمن واستقرار المنظومة الخليجية، بقدر ما هو اختلاف في المواقف حول قضايا تقع خارج دول مجلس التعاون، وتحديدا كما نعرف فيما يتعلق بالملف المصري. اليوم هذا الخلاف أو هذا الشرخ الذي وقع في مجلس التعاون ليس بحثا عن مصلحة خليجية بقدر ما هو اختلاف في وجهات النظر تجاه ملفات وأزمات تقع خارج إقليم مجلس التعاون. وكنت أتمنى أن حتى إذا حدث اختلاف في وجهات النظر أن يكون طيب من أجل مصالح خليجية بالدرجة الأولى. بالمناسبة قطر ليست تدعم طيب الإخوان المسلمين أو تدعم مرسي كما يقال. سيد جابر، مرسي أتى أو من أتى به الشعب المصري. طيب سيد جابر يعني عندما تقول بأنه الموقف لا يتعلق بتهديد أمن واستقرار الدول الخليجية كما ذكر بيان الدول الثلاثة المجتمعة، يعني موضوع مصر ليس بجديد، لماذا تتحرك الدول الخليجية الثلاث وتقول ببيانها أنه لأنه ما يجري يهدد أمن واستقرار الدول الخليجية؟ وفي موضوع الإخوان المسلمين، بل الإمارات تعتبر بأنه دعم الإخوان المسلمين يهدد أمنها، وكان في محاولة للانقلاب داخل الإمارات من قبل الإخوان المسلمين حسب ما تقول الحكومة الإماراتية أو حكومة أبوظبي أو السلطات. أنا كنت أتمنى أن يقدم البيان الثلاثي شيئا ملموسا على التهم التي أشار والادعاءات التي أشار إليها، أن يقول أن قطر لديها موقف في القضية الفلانية 1 2 3، بدلا أن يكون بالعموم ودون أن يحدد موقفا معينا يستشهد به في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية أو حتى في الشأن المصري أو في. طيب سيد جابر، لو قامت الدول الثلاث بذلك ألم يكن ليعتبر تشهيرا وعدم الحفاظ على يعني الجيرة وعدم الحفاظ على الثقافة واتحاد مع هذه الدول مع دولة قطر؟ يعني لماذا بيان قطر اعتبر حرصا بينما عدم تسمية الأسماء بالأشياء بأسمائها في بيان الدول الثلاثة يعني يعتبر نقصا؟ طالما وصلت الأمور إلى سحب السفراء، أعتقد عندما نناقش قضايانا ونطرحها على البساط ونشرك شعوبنا الخليجية ليس 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 تشهيرا. لماذا لا يتم عندما يتم الحديث عن الاتفاقية الأمنية، لماذا لا يتم الحديث ما هي بنودها وماذا يطلب من الدول الخليجية ومن هو المستفيد من هذه الاتفاقية الأمنية؟ عندما يتم الاتفاق عن أو الحديث عن الاتفاق الذي وقع في الرياض بنوفمبر 2013 وخادم الحرمين الشريفين وأمير دولة الكويت الشقيقة، لماذا لا يتبع بما تم الاتفاق عليه أيضا بين وزراء خارجية مجلس التعاون في فبراير الماضي عندما أسندت مهمة وضع آليات تنفيذ الاتفاق لدولة الكويت الشقيقة باعتبارها الرئيسة لمجلس التعاون الخليجي؟ وبالفعل قامت مشكورة بوضع هذه الآليات وأرسلتها إلى دول مجلس التعاون
حتى يتم مناقشتها في اجتماع الوزاري في الرياض قبل أيام؟ لماذا يتم فصل هذه الأمور وفصل أجزاء ومن ثم الاستشهاد بها؟ نحن نريد أن تكون هناك علاقة شفافة في العلاقات الخليجية. ليست قطر، ليس هناك طيب. ما يزعجها عندما يتم مناقشة هذه القضايا. لديها علاقات مفتوحة مع الجميع دولا. طيب سيد جابر، يعني طرحت نقطة لابد من أن أسمع تعليق عليها من الدكتور عمر الحسن هنا في الاستوديو. دكتور عمر، يعني بالفعل بيان الدول الثلاث تحدث عن الشفافية تجاه الشعب الخليجي، إذا لماذا لم يطرح القضايا ويسمي الأشياء بأسمائها ويتحدث عن الآليات وعن مواضع الخلاف الحقيقية؟ هم وضعوا الآليات يجب أن تضعها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ومن هنا قطر رفضت هذه الآلية أو رفضت حقيقة الالتزام بهذه الآلية. هو يعني الآلية موجودة عندما يقول بأنه رفضت تنفيذ الاتفاق، يعني في آلية موجودة. كلفوا وزير خارجية الكويت أن يقوم بهذه المهمة، وضعت الكويت هذه الآلية، وزارة الخارجية وزير خارجية قطر لم يوافق عليها وطلب حقيقة عدم الالتزام بهذه الاتفاق. طيب. الاتفاق واضح في نقطة بالبيان التي صدر وهو بين أيدينا. سأعود إليك يا سيد جابر، يعني اسمح لي، في البيان التي صدر بين أيدينا لم تحدد بشكل واضح وصريح أين هي الخلافات، على الرغم من أنه البيان بيان الدول الثلاث يتحدث عن شفافية تجاه الشعب الخليجي. هم تحدثوا حقيقة عن الأمور التي تسبب حقيقة ضررا لأمن هذه الدول من جانب قطر. قطر تستطيع أن تنفي هذا الموضوع، ليس كما يعني النفي من خلال الأفعال وليس من خلال الأقوال. كل ما صدر حقيقة من قطر، أنا لا يعني خلال وجود الأمير تميم في الحكم حقيقة أتوقع ومتفائل أن يكون في هناك تغيير. أنا أذكر التراكمات التي حصلت في الفترة السابقة ومن خلال وزير خارجية قطر السابق. ذكرت في البداية، في البداية لأنه فقط لدي ثلاث دقائق. سيد ماسيو، أريد أن أسمع منك، يعني هل تتوقعون أن تلعب، يعني من الدول العربية مخولة للعب دور وساطة، وفي ظل هذا الاستقطاب الذي نشهده هل يمكن أن تنجح هذه الوساطة في تقريب وجهات النظر؟ Well, obviously, Kuwait has already mentioned today that it will mediate the crisis between the tripartite states and Qatar. للقيام بأعمال الوساطة، ولكن دعونا نوضح الأمور تماما. أنا أتفق مع زميلي في قطر، هذا ليس معنيا بأمن واستقرار مجلس التعاون. حتى في البيان يقال إن هذا يؤثر بصورة غير مباشرة على أمن واستقرار الخليج. البيان ذكر بشكل مباشر وغير مباشر. البيان ذكر قال إن التأثير مباشر وغير مباشر، ولكن من الواضح أن السعودية والإمارات تقفان ضد الإخوان المسلمين في مصر، وهناك أيضا القضية اليمنية، وهناك قضية يوسف القرضاوي في قطر، فهذا ليس معنيا بأمن مجلس الخليج كمجموعة من الدول. هذا الأمن ليس معرضا للخطر داخليا أو خارجيا، ولكن يجب أن يسأل المرء ما الذي يحدث الآن إذا لم تلتزم قطر بهذه المطالب. وأنا لست متأكدا مما قد يحدث، هناك قضيتان. السعودية لا يمكن أن تقوم بحل مجلس التعاون لأن هذا في غاية الأهمية لقطر، ودبي وأبوظبي لديهما مصالح مالية في الدوحة. سيد جابر، كان لديك تعليق على ما قاله الدكتور عمر، تفضل قبل أن أطرح عليك السؤال. نعم، الكويت وضعت بالفعل آلية التنفيذ وهو ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري في فبراير الماضي، وأرسلت الكويت هذه المسودة إلى دول مجلس التعاون لمناقشتها في الاجتماع الوزاري الخليجي. لكن عندما ذهبت الدول الخليجية إلى هناك تفاجأت بأن هناك آليات أخرى قد وضعت وأن الوضع قد اختلف. لماذا لم تنضم الكويت وعمان إلى هذا الحلف الثلاثي طالما هناك اتفاقا خليجيا على الموقف من قطر؟
للأسف الشديد للأسف أن طيب. يعني كنت وجهت هذا السؤال سابقا إلى الدكتور عمر، أريد أن أفهم منك، يعني اليوم من الواضح من البيان القطري أنه البيان القطري لم يتخذ خطوات مماثلة كما فعلت الدول الثلاث، ولكن غير واضح إذا كان ستقدم قطر أي تنازلات. يعني هل يمكن أن تكون إيران هي ملجأ قطر اليوم على حساب الدول الخليجية؟ أولا قطر لديها علاقات مع كل الأطراف في الإقليم بما في إيران، وعلاقتها التاريخية مع إيران ليست هي محل بحث أو ردة فعل على ما حصل اليوم. قطر أكدت أنها تحرص كل الحرص على روابطها الأخوية بين قطر شعبا وقيادة مع كل دول الخليج، وأنها لن تقدم على اتخاذ إجراء مماثل بسحب سيد جابر سفرائها أو سفرائها في هذه الدول. سيد جابر، هذا كلام، يعني كلام في البيانات، ولكن واضح على الواقع أنه هذا الكلام لا يطبق، دليل انسحاب السفراء أو سحب السفراء الثلاثة. اليوم قطر متهمة بالتنسيق الأمني مع حزب الله، اليوم قطر متهمة بأنها تدعم الحوثيين باليمن، قطر اليوم متهمة بأنها أنه يعني تقوم بسياسات قد تعرض أمن الخليج للخطر. هل يكفي أن تبرر قطر بقوله أنه نحن اليوم لن نقوم بخطوة مماثلة؟ يعني ما هي الخطوات التي تقوم بها من أجل تطمين هذه الدول؟ أنا أستغرب من طرح هذه التناقضات التي تتضارب مع بعض. يقولون أنكم تدعمون الحوثيين وقطر تدعم وتقف إلى جانب الحكومة اليمنية، ووقعت قبل ما يقارب من شهرين اتفاقية دعم ب 350 مليون للشعب اليمني وتدعم المبادرة الخليجية. يقولون أنتم منحازون إلى حزب الله، ثم يتهموننا بأننا لدينا علاقات مع إسرائيل. من يقول بهذا الكلام يناقض نفسه في كثير من المواقف. يدعون بأننا لدينا علاقات مع حماس، مع حزب الله. نعم، قطر لديها مع الأطراف اللبنانية على مسافة واحدة، واستطاعت أن تنقذ في مراحل معينة الوضع اللبناني. لديها مصداقية. طيب. لدي ثلاث دقائق، يعني في ماسيو، في السيد ماسيو يريد أن يعلق، ولكن قبل ذلك طرحت فكرة سيد ماسيو، أريد أن أسمع من الدكتور عمر في دقيقة ونص رد عليها. إذا لم تمتثل قطر، شو الخطوة المقبلة برأيك؟ أنا أعتقد قطر من خلال الحكماء اللي موجودين في قطر، من خلال الحكماء اللي موجودين في دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على المجلس، سيتحرك حقيقة لإنقاذ هذا الموقف ولعودة قطر إلى الحظيرة الخليجية، لأنه ما لها إلا دول الخليج. طيب تعليقك سيد ماسيو. من اللافت أنه تم ذكر إيران، لأن إيران هي مثال واضح على انعدام الوحدة في الخليج. فالسعودية طبعا معارضة لإيران، ولكن عندما وضعت الخطة المشتركة قالت دولة الإمارات أنها تتطلع إلى رفع العقوبات، وهذا مثال واضح على عدم وجود الوحدة في مجلس التعاون. مجلس التعاون الخليجي يعني في بيانه يعني أعرب عن ترحيبه برفع العقوبات عن قطر في البيان الأخير لمجلس التعاون الخليجي عن إيران. يعني مجلس التعاون الخليجي في بيانه الأخير رحب أيضا برفع العقوبات طبعا، ولكننا نعلم بالطبع أن موقف السعودية مختلف تماما عن مواقف قطر وعمان والإمارات إزاء إيران، ولذلك القول أن هناك موقفا موحدا وخلاف في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المجلس أنه مش يونايتد المجلس. دكتور عمر، يعني بالحقيقة دهمني الوقت، انتهى الوقت. شكرا لك دكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، كما أشكر أيضا ماثيو ماك